هذه الشهادة الشيخ المربي الشيخ سالم مخلوف بن سليم زيدان بكل فخر واعتزاز. يسر الرابط الليبي لحملة القرآن الكريم وقرائه وخبراء علومه أن تمنحكم هذه الشهادة تقديرا وإجلالا وعرفانا لما قدمتموه من جهد في سبيل تحفيظ وتعليم كتاب الله العزيز طوال نصف قرن دون ملل ولا كلل. وإن الرابط الليبي ومسجد الإمام سحمون وإدارة مسجد الإمام سحمون إذ يمنحاكم هذه الشهادة كلها بقدر في مزيد بذل الجهد والعطاء في خدمة كتاب الله ونشره. ونشد على آلامكم داعين الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم تكبير. نسلم ونكمل له الحاج محمد الحاج خالد بن حاج بلال هذه الشهادة وهذه الجائزة التي هي صغيرة في حجمها ولكنها كبيرة في معناها. هذا هو الشيخ سالم، ادعو له بالشعور ويقيم الآن الفاتحة بإذن الله. ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشر لكم.